اللي كيهم هو ان الكاب حنا قابطينو، الدوله الاجتماعيه كما ارادها صاحب جلاله الله ينصرو كنزلوا فيها، نزلنا لو ار اس يو ار ان بي في واحد الوقت اللي كان يمكن ياخذ مازال عامين ولا ثلاث سنين السجل الاجتماعي، نزلناه الان، نزلنا المشروع ديال الدعم الاجتماعي المباشر وفيه كنمسو كل شيء يعني. وهادو حنا بالطبع كلها برامج ملكيه، ولكن التنزيل كيمس كل شيء، كيمس الناس اللي كبار، الناس اللي عندهم الاطفال يلاه تزادوا، الناس اللي عندهم الاطفال كيقراو، وحتى هذوك الضعفاء اللي ما عندهمش المدخول وما كاينش عندهم امكانيات وما عندهمش الوليدات، حتى هما ما تنساوش يعني في هذا البرنامج. فهذا برنامج اللي هو جدي، الى زدتي عليه البرنامج ديال لايمو. داك النهار كنشوف في واحد التيمونياج ديال واحد السيد اللي مسكين، ما اولا كان عنده الغميض، داز لايمو التضامن، ماشي فقط انه عنده الحق يمشي يعني لواحد السبيطار باش يداوى بريفي ولا هذا كما كان، عطاوه الحق انه يمشي عنده واحد لانترفونسيون ما يمكن يديرها الا في الخارج. خداته لا سي ان اس اس اون شارج في هذا البروغرام ديال لايمو، وغادي دابا كيتسنى غير لو دوناتور باش يمشي. وهذا يعني ولا عنده نفس الحقوق كاي مغربي اللي كانت يمكنت وغادي تاخذه اون شارج. هذا تحول كبير نوعي مجتمعي، وهذه هي الدوله الاجتماعيه الى زدتي عليها الصحه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.